النشرة الجوية للأيام المقبلة. الخميس قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية وتبقى دون تعديل على الساحل مع ارتفاع بنسبة الرطوبة مما يزيد بالإحساس بالشعور بالحر. الجمعة قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل حيث تلامس 40 درجة مئوية، كما ترتفع الرطوبة بشكل ملموس في المناطق الساحلية مما يزيد الشعور بالحر خاصة ليل الجمعة السبت مع استمرار خطر اندلاع الحرائق. السبت قليل الغيوم مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة في الداخل بحدود 38 درجة وبداية انخفاض بسيط في المناطق الجبلية والساحلية مع بقاء الرطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر واستمرار خطر اندلاع الحرائق. الأحد قليل الغيوم مع بقاء درجات الحرارة مرتفعة في الداخل بحدود 38 درجة وانخفاض محدود بالحرارة ساحلا. للمزيد زوروا موقعنا sadalearth.com. إلى اللقاء.